حضرت الشيخ قبل ما بسوق قرطاس هيلا ده وحيلا ده وحاجة له في ويل مركو قربه يجينا وأنا غبا حبلانتي وطبعا حكوله في إنه جوسنا يو مركي ماشي أسعتي اللي هو اللي جينا بأخذ له مطي أو حتى وأنا غبا حبلانتي حتى المدكة دي بيان كروسينا خلت سمي ما حنقفك قصة ما ينكر وحسن أقول له حمرك خرش كينا سووا كبه طبعا هذا معنا بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركه كوبد هرتر حويان خيانه دينتين الاسلام كما في عنا الهينا ما جعل ذلك خائنين ان الله لا يحب الخائنين وصفه المنافق روح منافق صفه سوا لو يقانا دي لا امنه وح لو امن انه خيانه لا يمات مركه قبل ناس خرب بيك شيء ديما ان انت تقول وشكت ولالكيده مسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه خيانه ولا ما يماته نفت هذا وح الله تعيش إن لغوص ما يروح حاجة كلا ولا لك حاجة مسلم كأنه تقص ما يسوم خيانة المسلم كحرام بين إن هذا شكتها حرام إن هذا حقوق مو إذا حرام وما رتي أتكتك هذا أجر جاري كرينا هذا أجر جاره حالا بدنا حقوق روح مسلم كولا وح نفت هذا الله تعيش إن الله تعالى ولا لك حاجة مو من كلا جاربه مرك هذه خيانة النوع عاي كان لعذي ويب كان لعذي له وتبت كان مرك كوبات سبحانه وتعالى وإله النقاء مرك الله بدنا حقوق بالقولة حقوق دي سكعلي حالاً أنا قصدي كده في وخرج كوب في وقت وكوجلي دحولي سكان جالي وحيس سكن هذا ما ركتي أهلي وحولي سخرج كيسي هنا دول على سال جاره وا سوبت حويان ما ركتي خلوه يبعد كشيء نبعد حولي استعمال شيء وتقول وش هكتي بين بوحة صدنا كاها مرك الله أكتي سنة بين بكاها قرن يا خيار بين آدم كان حقوق دي سي وكوي على نيا روح بين آدم كان حقوق ويا على نيا حقوق دي سي وحي ما ركتي وكوجلي أنت صدنا وكسي وكوي على نيا مرك إله كبقوني كان وحي سوء لي إله كان أطوبت كان سبحانه وتعالى وما صدق الشيخ سألك المحيوله وحانا إن شهوة بضان وحانا قبع هل حاسة من أود إن حاس كلب قرصة إسلا سيدا وكلنا ما أود إن أن أن صومو إن أن زينك أنا أدبنا وقعبسنا يا محادي قلتنا لهي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هر طهر وحويان قوركو النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي أسوي بالله من وكيلها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج يا معشر الشباب مرتقى لن يروي نكي كري كري إنو قرسد ها قرسدو مركا كبعد من نبي عليه الصلاة والسلام قورك وحويان روحا إنديه سأيو الله ويا فرج جيسو زينيذ كحفذنا يا قلب جيسو إلالنا يا إن الرهربو يا الشي إن تاقبو كبحا يا إيور وريق زينيذ حواتو كبحا يا قفكنا وحويان ماشا وحاكم وقتا روحا مركو قرسين هاي هل مسألة أن يرد إسكي إلا هذا ترتوى مركز قرسان إسو إلهي درتي أو قرسو إنا تكون لورسته والزنة الحمانة إسكي قرد لورتانا أو قرسو مركز إلهي وكو قد تشينا يا ريركي قلب يا قرد تشينا يا وروريك إيه وحمانة كو قد ترتين وكعب حيسا نيك مركز كري وايا أو قرسة كري وايا نبي قوح إنوشيك داودي بإنوشيك داودي نحوين واسون قفك نواقف وحقران يا سيدة كم وقتا وحولي سون نما كاريكال سيدو شيغينا رير بوله هذا نين رير الآن وما بقرنا إنو مقين هاي ومالك الله أصفر هاي موين زينا محاكو كلفة هاي هاي المدان مركو أركو ويعجب قليسو تيسي مو آدو تيسي مو آدو هذي بشهواء كتن بدين يسو سلان تيسي بابا أوديارو وقرق أوتوكتو ووفر إذا ونميلو أغسعونين شهواء ديس ميشا موكو قتو إلهي باب السيه سبحانه وتعالى وحال لغاها الله يحسو أمان وعددان هيسنين ميلا شهواء ديكو قتان marka hadii gabadhu haysato nin haysato xalaal nin kale waa inuu ku kaaftoonto haduu ninku haysto gabadh iyo haas xalaal waa inuu maareeyo isaguna oo meesha ku kaaftoomo marka haduu wax uu yiraahdo shahwadeeda badan zina nafteeda uga baqayo ma garan hayo madama haas u leeyahay in dhacdo ka soo qaad ha guursado mid labaad ha guursado mid saddexaad ha guursado mid afraad had guursado mid labaad mid saddexaad mid afraad ha guursado haduu san kari karin reer uu haysto oo soo sheegay su'aashii sadan dib ugu soo noqono shahwadeedina waa badan tahay mana guursan karo mana soomi karo waa soomi kartaa soo xaalinka shahwadeedu ka tanbadato waa nin dhalinyara nin dhalinyara soo ku kari kara marka maalintiina soo habeenkaaga haaskaaga waa la joogtaa soma waa isku dhamaad habeenkiin haaskaaga waa la joogtaa maalintiina waa sooman tahay marka ilaahay ka baq kuma dhayn anagu zina ku dhac maxaa sameeyaa maxay tahay afba ma taas haas baad leedahay ilaahay maartii soonkii mashruuc ka dhigay marka zinadaada meel waxaan jeeda meel shahwadaadi ku damiso iyo kulaylkii wixii ku hayay ayaaba ilaahay ku siiyay subhanahu wa ta'ala wa hasbu bi ilaahay ku siiyay wadadi kale oo daawadi kale ilaahay ku soo dajiyo soona taas ku sameey meesha waxa ku jira
daawooyin dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay dhahaan daawo qaad daawo ha qaadan maxaa daawada dhalmada kaasi qaadaysaa shahwadu ma kaasi qaadaysaa dhib kale kuu keeni kartaa maaragtay iskaga tag qodobka labaad oo maaragtay ku xusuusan waxa weyn ilaahay bari subxaana wa tacaala ilaahay inuu naftaada dejiyo waxa qalbiga zinada xumaanta ku jiro naftaada ka saaro ilaahay bari baryada ilaahay subxaana wa tacaala waa shayga ama hubka ugu weyn ee ruuxa muuminku u haysto waa baryada ilaahay iyo talashaarashadiisa shayga saddexaad ee maaragtay kugu weynanayna waxa weeyaan zinadan iyo xumaanta aad qalbiga usii taagayso waxaad maaragtay ka soo qaadaa qalbigaaga haweenkan aad la aadayso walaashaa ka soo qaad walaashaa in xumaan lagu sameeyo ma ogolid inay xumaan samaysa ma ogolid islaantaada uma ogolid gabadhaada uma ogolid hooyada uma ogolid eedada iyo habareerta inta kula dhalatay uma ogolid xumaan soo maa maxaad marka qalbiga u taagay maxaad gabdha kale qalbiga ugu taagaysay qalbigaaga deji waxa weeyaan cibaadada ilaahay isku mashquuli bedelka aada fikirayso cibaadada ilaahay isku mashquuli waxyaalaha mathalan keenaya xusuusta naagaha ka fogow ka fogow nabigu wuxuu lahi calayhi salaatu wasalaam alaa ina fi ljasadi mudqa jirka waxaa ku jirta meel yar cad yar oo hili baa ku jira haddii kaasi uu hagaago jirka intiisa kale uu hagaagayaa hadday intaasi halloween inta kale uu halaabaysa waa qalbiga qalbigaaga la dagaala ila waxa wax kicinaya waa xusuusta iyo qalbiga iyo maskaxda soo ma tii deji tii ilahay ku xidh subxaana wa tacaala xusuustaada ilahay cabsidiisa ku xidh meel kasta oo joogta ittaqillaa xaytu maa kunta meel alaal meesha joogta ilahay kaga baq subxaana wa tacaala zinina iska ilaal waxaa kaloo ku leenahay zinada waxaa ka dhalanaya ogow reer baad leedahay saad sheegayso reer baad leedahay waa cuquubada ugu xun adduunyada lasoo dejiyay zina weeyaan ruuxa zaaniga ee guursaday dhagaxa lagu dilaalaya bal ruux nool oo intii meel la istaajiyey ama godba lagu riday dhagax lala dhacayo ka war haddii seef kurka lagaga goyo waa dhib yarta haddii hal rasaasa lagu dhuftana waa dhib yarta oo ruuxaas waa arta haddii la gawracana waa dhintay oo ma dhadhaqaaqayo laakiin adoo nool haddii kolba dhagax lagula soo kor istaago waa cuquubada ugu xun waay aakharana waa ku sugaysa marka ilaahay ka baq subxaana wa tacaala reer baad haysataa shahwana waa wadada saas sheegaysa nin dhalinyaraata waad soomi kartaa wasaaisha aan kuu sheegnaa isticmaali kartaa oo ducaadii iyo diinta ilaahay iyo qalbigaagii iyo maaratay ka fogaanshaha xusuusta iyo sheekada naagaha ajnabiga iyo waxaan o dhan iska ilaali wallahu aclam waa mahadsantahay sheekh gabadh kale wasaaila waxay leedahay nin aan wada joognay oo xaaskiisa ahaa ayaa si xun aada ii xumeeyey mar kasta oon damcay inaan cafiyana waxaa qalbigayga kusoo dhacaya xumaantu ii geystay marka maxaad ugula talin lahayd oon samayn karaa bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina sax wasalam waxaa lagugula talinayaa cafi baa lagaaga baahayaa kow cafi baa lagaaga baahaya cafigaas oo dadka layska cafiyo waxyaalaha jannada lagu galo walcaafiyana can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin ilah qur-aanka le subxaana wa tacaala maaragtay ruuxi iska cafiya faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah macnaha waxa weeyaan maaragtay cafiga iyo islaaxa iyo wanaagu waa shay weyn waa waxaa kaloo la yaab leh oo gabadha su-aasheeda hadda maarat markaad sii fiiriso waa ninkeedii way la nooshahay nolol bay la soo wadaagtay gogol bay la gashay waxaa laga yaabaa inay ilmo u dhashay muddo dheer la noolayd haddana waxay leed markaa arkaa waxba soo xusuusanaya oo mushkilo inteeda laag waxaana maaragtay aada meesha soo dhigataa adiga naftaada soo dhigo ruux bini aadam oo khalad ka dhacay nimiyaa jira qof kasta oo bini aadam markuu khaldamo muxuu jeceliya in la cafiyu jeceliya haddii aniga hadda aan khalad galo waxaan jeclaha in layska kay cafiyo adigana saasoo kale maadaama ood jeceshahay markaad khaldanto in lagu cafiyo adigana markii lagugu khaldamo maxaa lagaa rabaa cafi marka cafiska waa waxyaalaha jannada lagu galay dembiga lagu dhaafo oo waxyaalaha ilaahay agtiisa ka waaweyn subxaana wa tacaala qalbiga ruuxa fayo waa wax weyn waay sulxiga heshiisku waa wax weyn waxaad xusuusataa cuqdada iyo dhibka ay leedahay sababta waxa weyaan ruuxa ducadiisii iyo salaadiisii iyo soonkiisii ilaahay loo geynhayay in lasoo celiyaa laga yaaba ilaah heshiis ay yimaado oo ruuxa dadku ay maaratay isu qalbi banaanaadaan labada ruux ee qalbiga wax dhex maray marka ilaahay ka baqo subxaana wa tacaala oo wax aanu kugula talinayna waa cafis waa cafis waa ayib uciddat lilmuttaqiin alladiina yunfiquuna fi saraa wadaraa walkaadimiina alkayda waalcaafiina cani annaas alladiina yunfiquuna fi saraa wadaraa mar kasta waxbay bixiyaan xilliga barwaaqada iyo xilliga dhibaatada labada waxbay bixiyaan ayib walkaadimiina alkayd caradana way qariyaan oo qofka muminka waxa lagu yaqaana oo qofka caradiisa qarsada waalcaafiina cani annaas dadkana way iska cafinayaan wallahu yuxibu lmuxsiniin kuwa wanaaga maaratay sameyn ilahi waa jecelaya subxana wa tacaala qisas kale sheega waxaa ka mida nin raggii hore selafka zaynu caabidiin
أي حال جبر الدورة أو يسوي أولها الله أعلم صحتها هنا سمعتها ما قرمي وحويان أي إذا ويسوي شو مثلا ماذا حمارت وح يسوي سد كشوف كذا عاي وحنا سو كرب وفيري مركز أحد كتير والكاظمين الغيظ كوا عرض قرية نقاء قرية النبي عرض النبي والعافين عن الناس كوا ذاتك عافية وعافيني والله يحب المحسنين كوا وناقص سمايا خيرك إله وتشعليه واكو حريب واكو حبر فيري ذاتك هو وناقص أنا وكا معنا مركب محال الربع نبقى نكون على حفيرين إله أكتيس محات كهليسة إله أكتيس محات كهليسة أنا ترى هذا وروح دمي كاجل هذا نسكعب فيه يا من نور كي يقول لفت أما إيه عاي أما إيه في اللقادي وعرض ذي هي نصف كي وحكي الشيء أما أهل كي يجي ولا الله يكون حد قد بعدان أنا يسكع فيه ما هن جاه ليا وين ترى الله أكتر سبحانه وتعالى حاجة أو حسابة عقدة نسكسر والله أعلم أبى أسأل الشيخ قبل بس سيدك لو حيلة هاي وحن كجرا حل حياتك أما عدد هدي عشان الله يستوى يتم وقارج جو آن واحد دم بأهمية يسوع قاري بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال شن جواب تذكر كوبن تاعي مايا هذا واحد عائلة محدث الصاعر وراي قبل عائلة قبسين إنسان شذا الله إنسان كريم ما تشيران سك بنان تاعي إن شاء الله يسطر وبنان تاعي تنتهي ذو إني قاضه ما ركتي يضن ظاهر هين مرك واحد ولا هذا ملا وسيلي إنسان كرتا واتشون إنسان كرتا تنتهي هذا قاضن واحد بكاسو قارية ملاها والله أعلم وبسطة شق سائل كل عليا صلاة السنة وميقع سيدة صلاة الظهر كميقع صلاة وصنع له ريسين كرا مغرب كميقع له ريسين كرا لقدم بيسين كرا عشائق إيه صباح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنة صلاة الراعة رواتب على هذا راتبا وحالوين معنا صلاة كلا كحر انتهي وأما ويكوه الرئيسة مرك وقت كذو قال أما ويكدن بيساء راتبوين كمرك وحايا وقايب سمان لبا قايب وضبا وقايب سمان قايب ومؤكد قايب وفضيلي وناك قبت مؤكد معنا وقبل الرومر والبين هذا كتجين وطبعاً رجع ضد بع أنت أسمارك في علماء سيد الشافعي ذكر كسوة قادين إيوه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه كل جن قال روح عيدهم الله بيتهم رجع ضد أي جارسين كوا طبعاً كي يلو حويان لب الظهر ككهر يس يلا لب الظهر ككذا بيسا وأفر لب المغرب ككذا بيسا ما شاء الله لب مارك تي عشها كذا بيسا ما شاء واسديد يا الله صلاة الصبح كوه الرئيسة طبعا كاس ومؤكد بين هين ولا قمت يكره قلنا أنت حديث كرة الماما كد ومباشرة لا هي نك معلنتي هبين كي تكذا لبيت تمرق عضون جنة الجوري اللي قاعد يسا كوا مركب حوين دهور كأفر اللي جوه الرئيسين يا طبعا كده أنصوا شكل محل قدر هيا لبا دهور كا مركب دهور جوا لحية رانا يو أفر كوه الرئيسة إيو لبا كده ما يسوى لح لح اللي كان لو حلا ساعتها مغرب كي يعيشه يا صلاة الصبح مغرب عشاء وكذا بيان صلاة الصبح لو يكره الريان انت هذا نقول هذا حديث فيرسه ووصي فضل بدل صلاة الصبح لو بدل كهر الريان كم هذا ووصي النبي عليه الصلاة والسلام هذا السفر يهي يدقر يسيشو منه كما تجي تيرين وحنا لين النبي عليه الصلاة والسلام لو بدل رقعات صلاة الصبح كهر الريان السنة ضع الدنيا ذا يوحى كتيرة أما قرحة وحى أصبح بحضورنا أي كخير بان تهب النبي عليه الصلاة والسلام مرقع أذيك التوانكا ومؤكد أما الله بيه التوانكا وحكسي فيها عن قفكتو كذا صلاة الظهر أفر هرتها أفر كذا بيسية علنا نبي عليه الصلاة والسلام روح سنار ما تهابته نار ما قاله معنا الظهر قرد سمحاتو كنيسة أفر آياتو كنيسة ظهر قداشي سمحاتو كنيسة أفر آياتو كنيسة مرقع ماشا الظهر كليا سيدي ذي الشيء مغرب إيو مارك عشي الصبح ومن الله الله عنه اللحبة إنه قنيان مرقع محين قنيان أفر يتمنح عضوض والروح أوسي في عاد هدو انتها قارسي وحاد ثمين كرتا وان راتبه مارت مؤكد هين عسر كورتيس افر واسكت كون كرتا مغرب كورتيس مركي لاذان وما بين المغرب اذان ومارت والاقامه مغرب كورتيس لبا توكن كرتا عشاء سيدو كلا ما عرفتي انت هذا ولي توكنين سيدي صحابه قال كذا سمين جرى واسكت سي توكن كرتا وحي صناع لكن سنوين راتبه مؤكد كا كوما تشيران كوا دم هذا الشيغين كوا دم الشيغين سنوين راتبه مؤكد كا كوما تشيران مركا اديك هداد يا رئيس طبعا هكا تجين هذا راح له حيستنا معركة لبيه طبعا هكذتين هذا تكسي في عناي سنة محي نقول نيسا أفرج طبعا هكذتين أما سرادها فرق وحكم إذا سراد الجمعة هذا واحد كهلا إنه وسرادها سراد الجمعة وحويان نبي وحول عليه الصلاة والسلام مركز الجمعة تكتن قلاش أفرج كذا أستغون اللب تكنتري
marka culimo qaar waxay ku jamceen hadaad guriga ku tukato ilaa nabi gurigiisu tegi jiray gurigaaga hadaad ku tukatana laba tuko hadaad masaajid ku tukatana afar tuko qaar saasay dhaheen laakiin waxaad moodaa wallahu aclam inay kuu bannaan tahay salaada jumcada gadaasheeda hadaad rabtana afar tuko hadaad rabtana laba tuko iyadana maratay salaada faralka ayay raacaysa marka inahaasaa ugu muhiimsan sunooyinka salaadaha raaca wallahu aclam mahadsantahay sheekh su-aasha ugu dambeysa gabadhba waxay leedahay waxaan ahay waxaan ku jiraa maxaan wadaa asay meeshii gurigeyga haddaan ka safro oon meel kale aan safar u adan isoo gasho inta aan maqanahay safarkaas mayaan qallaynayaayo afartankii beri xilligii lagu talagay afartii bilood iyo tobankii beri ma miyaan soo qallaynayaa mise wax dhibaa ma samaynayso bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina saxa wasalam gabdhaha markii laga dhinto ilaahay baa qur-aanka kaga hadlay ama ha weynaato ama ha yaraato xataa tii aan lala gurigelin feeri ma ah tii lala gurigelin keliya la aroostay ma ah xataa tii aan lala gurigelin way soo gelaysaa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أفر بلود يتوين بريبا لغا الربا ويكدوينيين مارتي هوانك كلالا فرأيق ويكدوينيين هذين أور لهين هذين أور لهين هوان تكرد عليس هذين أور لهين أفر بلود يتوين بريبا لغا الربا إن إسبا ساسيسا وقول قيدا كو إكاتو إنا سفرتو يبحضان حاران وال إنا سفرتو مارتي ميلا أدو حاران وال إلا مارتي الظهرورة أن لغا مارمار إنا اتمادة ميشا موين diba marka ay khalad ka gasho gabadha oo iska safarto iyadoo Soomaalidu waxay asayd u yaqaanaan wada waxa way horta way dambaabtay oo Alla amarkiisa bay qaadan wayda subhanahu wa ta'ala amarkii nabiga qaadan wayda calayhi salaatu wa salaam waxa laga rabaa inay toobad keento waxa laga rabaa inay ilaahay u soo noqoto subhanahu wa ta'ala oo ilaa Allah u toobad keento subhanahu wa ta'ala ayaa laga rabaa toobad shuruudeeda ay leebato ama su'aashaydan ah intii aan safarka ku maqnaa maqalaynaya may maqalaynaysid meesha ina maarta waa cido ina waa ixdaad iyo isbasaasin marka marba haddiiba waqtigii uu dhaafay wax la qallaynay qalla ma laha laakiin mukhaalafo ayaad ku dhacday oo ilaahay iyo rasuulkiisa amarkoodii baad khilaaftay marka ilaahay u tawadkeen subxaana wa tacaala ilaahay u noqo laakiin wax la qallaynaya ma laha wallahu aclam waa maadsanta sheekh waxaan ku soo gabagabeynaynaa su-aalihii koobnaa ay nala soo wadaageen daawadayaasha ku taxan warbaahinta saahid media tana intaan ku kulmi doona barnaamij noocan oo kale ama su-aalo diiniya oo inoo dadiin doona sheekh bashiir axmed leylo ka mid a culimada gaarisa waxaan idinka tegnaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته